الليلة تنطلق حلقات البث المباشر للتصفيات النهائية لبرنامج دي اكس فاكتور. اليوم يتبارى المشتركون، وغدا تحل النجمة أصالة ضيفة على البرنامج. رح أعطي كل خبرتي حتى مظبوط كسر فيهم الأرض وكون أنا الرابح بـ اكس فاكتور. بتصور هيك براسي، ممكن أول مرة بالعالم العربي ببرامج هواة فريق يربح البروجرام؟ صعب علي اني اقول لشخص حتكمل معي والشخص الثاني ما حتكمل معي. ولا صعبه، ما بحب هيك انا. بليز وقفوا التصوير، عن جد وقفوا. هيدي كانت واحدة من آخر لحظات المرحلة الثالثة من برنامج The X Factor، مشاعر عبر عنها نجوم من عالم الفن والأضواء، هن لجنة حكم ببرنامج جمع الضحكة بالدمعة، تسبب بالحزن مرات لكنه رجع الفرح مرات تانية وسط أجواء من المنافسة والتحدي بامتياز لصناعة نجم جديد بالعالم العربي، نجم The X Factor. مراحل كتيرة مرق فيها المشتركين والحكام اللي استعانوا مؤخرا بأصدقاء هن كمان نجوم لمساعدتهم باختيار المشتركين الأفضل. إليسا استعانت بفوديل، وإلكفوري بنوال الزغبي، حسين الجسمي بمحمد عبده، وكارول سماحة بأحمد مكي، فصار لكل فنان فريق بيعول على أحد عناصره للوصول لللقب المنتظر. بس أنت رح تكون معي بالإكس فاكتور. إيه يلا جود لك، شوف حالك. هتحكي جد؟ ايه باي. ليلة الخميس أول سهرة من مرحلة الحلقات المباشرة اللي بتشكل الامتحان الحقيقي للمشتركين. بالحلقات المباشرة الدور الأبرز لاختيار الأفضل هو للجمهور عبر التصويت، أما الحكام فبيقتصر دورهم على دعم المواهب اللي اختاروها ضد باقي المتنافسين، ونتائج التصويت تصدر ليلة الجمعة اللي رح يستضيف فيها البرنامج نجم جديد كل أسبوع، وضيفة الأسبوع الأول النجمة أصالة اللي كانت أطلقت سابقا تصريحات بأنها ما رح تزور بيروت لأسباب أمنية نتيجة معارضتها للنظام، وإذ ببرنامج The X Factor يطمئن أصالة أمنيا اللي رح تحضر حتما الجمعة، وكأنه شعبية البرنامج عم تعطي الحماية والحصانة للفنانين أيا كانت موقفهم السياسية. وبالانتظار ما إلكن مشاهدينا إلا أنكن تتابعوا سهرات مرحلة البث المباشر، لأنه أنتو رح تشاركوا بصناعة نجم جديد للعالم العربي، نجم The X Factor.